محمد اهلا بيك، ويا ريت تطمنا على تدريبات الفريق النهارده. خير يا آية، أهلا بيكي وأهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان في هذه اللحظات، وأنا معك على الهواء مباشرة هنا من إمارة الفجيرة. نحن الآن متواجدون داخل استاد نادي الفجيرة، والذي سيستضيف المباراة غدا بإذن الله في حدود الساعة 4:45 بتوقيت القاهرة، 6:56 بتوقيت الإمارات. هذه المباراة الهامة بالنسبة للجهاز الفني واللاعبين، خاصة أن الجالية المصرية والجماهير الأهلوية تتواجد في كل مكان، يعني البعثة هنا في إمارة الفجيرة، فأي مكان تتجه إليه جماهير النادي الأهلي تتواجد مع اللاعبين وتلتقط الصور التذكاريه، فبالتالي هناك مسؤوليه على اللاعبين والجهاز الفني في ضروره ان يسعدوا جماهير النادي الاهلي بغض النظر عن انها مباراه وديه او مباراه احتفاليه تكريما لنادي الفجيره الذي يحتفل بمرور 50 عاما على انشاء هذا النادي العريق واحتفالا باليوبيل الذهبي. فريق النادي الاهلي في هذه اللحظات وفي الخلفيه بيؤدي تدريبه الاساسي والرئيسي على ملعب المباراه بالبعثه بالقوام بحوالي 15 لاعب مع الجهاز الفني اللي بيقوده في هذه اللحظات الكابتن احمد ايوب المدرب العام والكابتن سيد معوض مدرب الفريق، وايضا كابتن طارق سليمان مدرب الحراس والكابتن ساره عبد الحفيظ مدير الكره. ويمكن خلال الساعات الاولى من صباح اليوم التالي او في مساء هذا اليوم سيصل الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق النادي الاهلي من كندا الى الامارات مباشره لحضور هذه المباراه، والمؤتمر الصحفي اللي كان متفق عليه اقامته اليوم داخل ملعب المباراه تعذر اقامته، وسيقام غدا باذن الله بعد المباراه مباشره بحضور الكابتن حسام البدري المدير الفني للاهلي والكابتن حسام غالي كابتن فريق النادي الاهلي، وايضا ديجو أرماندو مارادونا المدير الفني لنادي الفجيرة الإماراتي، وأيضا معه أحد اللاعبين من كباتن فريق نادي الفجيرة. حتى هذه اللحظات المعلومات التي وردت إلينا هنا داخل استاد نادي الفجيرة أن فريق نادي الفجيرة غدا سيكون هناك لديه تكريم لعدد من رموز كرة القدم ورموز الألعاب الأخرى في نادي الفجيرة، وسيشارك أيضا عدد من لاعبي كرة القدم العربية، عموري من نادي العين الإماراتي، علي مبخوت من الجزيرة الإماراتي، ياسر القحطاني من السعودية، عدد كبير جدا من اللاعبين سيشاركون، وعدد أيضا لاعبين آخرين مطعمين بفريق نادي الفجيرة في مواجهة فريق النادي الأهلي الذي سيبدأ هذه المباراة بتشكيلته الأساسية التي حضرت هنا إلى إمارة الفجيرة لخوض هذه المباراة. بالطبع يمكن أنا سألت الكابتن طارق سليمان على الحارس اللي هيحرز مرمى فريق غدا، بإذن الله هيكون علي لطفي حارس المرمى، في خط الظهر موجود محمد نجيب، محمد هاني، في الجبهة اليمنى في باسم علي، في الجبهة اليسرى صبر رحيل، في وسط الارتكاز في هشام محمد وعمرو السولية، حسام غالي متواجد في الوسط الأمامي، أيضا موجود أحمد حمودي وميدو جابر. العناصر الأساسية كمان بشكل كبير موجودة في هذه المباراة، رغم أن هناك عدد كبير جدا من لاعبي النادي الأهلي أيضا متواجدة في المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي بعلاء وعلى المحترفين الأربعة مع منتخباتهم سواء جنوب أفريقيا ونيجيريا وتونس والمغرب. تذاكر المباراة يمكن نقدر نقول ساعة الاستاد بتسع حوالي من 10 إلى 11000 متفرج، لكن حتى هذه اللحظات أنا بتحدث معك قبل المباراة ب 24 ساعة نقدر نقول 6000 تذكرة حسب تصريحات مسؤولي نادي الفجيرة نفذ الثمن، والقلة أو العدد القليل المتبقي سينتهي بالتأكيد خلال الساعتين الثلاث ساعات القادمه قبل موعد المباراه غدا باذن الله. بعد التمرين مباشره للبعثه والفريق بالكامل سنتوجه من هنا من ملعب نادي الفجيره الى مكان اخر، حيث سيكون هناك تكريم كبير جدا لبعثه فريق النادي الاهلي في ضيافه طبعا سمو الشيخ المكتوم بن حمد الرئيس الشرفي لنادي الفجيره الاماراتي، وبالتالي ايضا سيكون ايضا موجود مسؤولي نادي الفجيره وفريق نادي الفجيره بقياده دييغو ارماندو مارادونا في هذا التكريم الرائع. للكل هنا في الامارات بينتظر هذا المشهد في ختام هذا اليوم وليله المباراه. ده الصوره، ده الشكل العام يا ايه من داخل معسكر فريق النادي الاهلي واستعداده لهذه المباراه الهامه. اليك الكلام.